السلام عليكم واهلا بيكم، معاكم اسامه رزق. طبعا كلنا عارفين اي او اس 17 نزل، وكلنا طبعا حدثنا التحديث وشفنا المميزات الجميله اللي بيقدمها لنا اي او اس 17، ولكن كلنا طبعا وقعنا في مشكله نفاذ البطاريه بشكل سريع جدا. بدون كلام كتير هقول لك على 15 خطوه، اعمل ال 15 خطوه وشوف الفرق الكبير اللي هيحصل بعد ما تنفذ الخطوات وتستخدم التليفون، هتشوف نسبه البطاريه هتقعد معاك قد ايه. اول حاجة بشوفها الناس اللي بتستخدم الخلفيات المتحركة والخلفيات اللي على شكل الكرة الارضية والخرائط، الموضوع ده بيستنفذ كمية كبيرة جدا من الجهد على البطارية. لو انت كمان مشغل معاه خدمات الموقع فالموضوع بيبقى صعب جدا وحمل كبير على البطارية عشان تشوف المكان اللي انت متواجد فيه. وبرضو الناس اللي بتستخدم الخلفيات المتحركة، ابعد تماما عن الخلفيات المتحركة وحاول على قد ما تقدر تستخدم الخلفيات اللي بتكون ثابتة بالشكل ده. في ميزة كمان بتستنفذ قدر كبير جدا من البطارية اللي هي بعد الشاشة. الموضوع ده ان السنسور بيفضل شغال بيشوف انت قريب من الشاشة ولا بعيد من الشاشة عشان يقولك لو انت قربت الفون منك، يحذرك ويديك نوتيفيكيشن ان انت تبعد الفون من وشك، وبالتالي كل دي حساسات وسنسور شغال طول الوقت، وده طبعا هيدك وحمل كبير على البطارية. عشان تقفلها روح للاعدادات، انزل تحت على سكرين تايم او وقت الشاشة، بعد كده هتلاقي سكرين ديستانس او مسافة الشاشة. زي ما انت شايف انا قافل الخدمة اصلا او الميزة مش محتاجها، وانت على قد ما تقدر انت لو قربت الفون من وشك حاول انت تبعده وبس كده. الحاجة الثالثة والمهمة جدا خدمة سيري. سيري دلوقتي انت لو ناديت عليها وكلمت معاها بتفضل شغالة على طول عشان تشوف انت محتاج ايه، وبتفضل على تواصل معاك دايما. فانت لو مش بتستخدم سيري انصحك ان انت تقفل الخدمة دي. الحاجة الرابعة اللي بعد كده برضو في سيري، لو دخلت على سيري ونزلت تحت هتلاقي كل التطبيقات اللي بتشتغل مع سيري. يعني لو دخلت مثلا على تطبيق زي الكاب كات ده للمونتاج، هتلاقي سيري متفعلة في البحث والسيرش والاقتراحات، كل حاجة متفعلة للكاب كات. فانا لو مش محتاج سيري ان هي تدعم او تشتغل على تطبيق الكاب كات اللي قدامك باللون الاخضر، تقفلها كلها، وطبعا تعمل كده على كل التطبيقات اللي انت مش حابب ان سيري تعمل لك اقتراح ليها والكلام ده. رقم خمسة، الناس اللي بتستخدم البيانات على الـ 5G. يعني لو رحت على البيانات ودخلت على الاعدادات الخاصة بالشبكة هتلاقي انا مفعل الـ 4G. في ناس مفعلة الـ 5G on او اوتوماتيك. طبعا لو انت في مصر الموضوع ما احنا ما عندناش اصلا 5G، فانت مشغل الـ 5G بناء على ايه؟ استخدم الـ 4G زي ما انت شايف قبل كاتبة اصلا تحت ان انت لو استخدمت الـ 5G بيأثر على عمر البطارية. فبالتالي لو انت ما عندكش ال 5G استخدم ال 4G بشكل طبيعي، مش محتاج ال 5G نهائيا. عندك كمان تشغيل التطبيقات اللي بالخلفية، الموضوع ده اتكلمت فيه قبل كده. التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية بتأثر بشكل كبير جدا على البطارية، وتقريبا دي اديها اكتر 80% من نفاذ البطارية بيكون بسبب التطبيقات اللي انت بتكون مشغلها في الخلفية باستمرار. لو رحت على الاعدادات بعد كده نزلت هتلاقي باك جراوند اب ريفريش. لو دخلت على التطبيقات اللي شغالة بالخلفية هتلاقيني انا عامل لها اوف، قفلها. لو انت عملت لها اون او شغلتها على الواي فاي وكمان الواي فاي والداتا، هتلاقي عندك الاختيار للتطبيقات اللي شغاله بالخلفيه اون، اقفله نهائيا مش عايزينه اصلا. لو انت محتاج تطبيق او تطبيقين اللي هم يكونوا شغالين دايما، اوكي مفيش مشكله، تقدر تشوف ايه التطبيق اللي انت محتاجه ضروري جدا وتقدر تفعله، ولكن الباقي اقفله، والاحسن انك تقفل الميزه دي اصلا. الخدمه اللي بعد كده هتكلم فيها خدمات الموقع. خدمات الموقع، في ناس فاتحه خدمات الموقع دي شغاله على بطال، بيستخدمها مش بيستخدمها، يا شغاله قاعد في البيت برضو مشغلها، ويرجع يقولك البطاريه بتستنفذ معايا بشكل كبير وبتنزل بسرعه، وعندي كمان نسبه البطاريه اصلا كانت 100% بقت 90 بقت 80 والكلام ده. طب اقفل الحاجات اللي انت اصلا بتستنفذ قدر كبير جدا من البطاريه وانت اصلا مش محتاجها. يعني تلاقي اللوكيشن سيرفيس عنده شغال وكل التطبيقات اللي تحت مفعلها. زي ما انت شايف التطبيقات اللي انا محتاجها ان هي تشتغل على خدمات الموقع زي الجوجل ماب والكلام ده انا مشغله، عامله عند استخدام التطبيق. لكن الحاجة اللي انت مش محتاجها يعني ما يكونش مثلا تطبيق زي المونتاج وانت تكون مشغله خدمات الموقع. وعندك كمان في خدمات الموقع لو نزلت تحت للاخر هتلاقي السيستم سيرفيسز، خدمات النظام. لو دخلت عليها هتلاقي كل ده متفعل عندك، هتلاقي عندك التحليلات وهتلاقي عندك الاشارات وهتلاقي عندك تطوير الخرائط، كل ده اقفله ما بيأثرش على حاجة. في ناس كلمتني قبل كده وقالت لي لو احنا قفلنا الاختيارات دي بتأثر على حاجة؟ لا ما بتأثرش على حاجة خالص، ولكن هتسيب بس الاثنين اللي انا مفعلهم اللي فايند ماي ايفون وعندك الامرجنسي كول او مكالمات الطوارئ، الاثنين دول سيبهم شغالين ولكن الباقي اقفله. وكمان عندك في خدمات الموقع لو نزلت تحت للاخر هتلاقي عندك التحليلات والاعلانات وهتلاقي حاجات كتير جدا متفعلة عندك من اول التحليلات والتطوير والكلام ده، اقفلها. بعديها هتلاقي الاعلانات اقفلها. بعد كده هتلاقي عندك
الاب برايفسي ريبورت انا بالنسبه لي مش محتاجه وقفله. وكمان عندك في خدمات الموقع لو نزلت تحت هتلاقي عندك الموشن والفيتنس، ده طول ما هو شغال الفيتنس تراكنج ده، لا طول ما هو شغال عمال يعد الخطوات ويعد اللي انت بتجري ولا انت بتعمل اي نشاط، عمال شغال. اقفل برضو الاختيار ده. وفي خدمات الموقع هتلاقي حاجة اسمها تراكنج، لو دخلت عليها هتلاقي برضو عم بيعمل تراكنج للتطبيقات، اقفل برضو التراك. وفي ميزة مع الناس اللي معاها ايفون 14 اللي هي ميزة Always On Display، هتلاقي الناس اللي مفعلة الميزة دي برضو بتستهلك قدر كبير جدا من البطارية. لو دخلت على الاعدادات ونزلت تحت على الشاشة والإضاءة ونزلت تحت هتلاقي Always On Display. الناس اللي معاها ايفون 14 او 15 دي ميزة اللي هو لما تيجي تقفل الشاشة بتكون شغالة، ولكن بتكون بإضاءة بسيطة جدا عشان تشوف الساعة او تشوف الاشعارات اللي بتجيلك. عندك كمان ميزة الوضع الليلي، الوضع الليلي ده لما بتفعله البكسلات بتاعت الشاشة بتقل وبتكون باللون الاسود، وده بيريح البطارية جدا. كمان عندك الهيبتك تاتش او الهزاز، كل ما تيجي تلمس الجوال او تكتب على الكيبورد او يجيلك اتصال الفايبريشن او الهزاز بيكون شغال، ده حاول برضو اللي انت تطفيه لانه برضو بيأثر على البطارية. ادخل على ساوند اند هيبتكس او الصوت واللمس، هتلاقي فوق هيبتك هتلاقي عندك اولويز بلاي، بلاي ان سايلنت مود، انا عامله نيفر بلاي. لو انت بس احتاجته في وقت من الاوقات تقدر تشغله وترجع تفصله تاني. تحديث اي او اس 17 فيه خاصية الستاند باي اللي هو لما تيجي تحط الشاحن وتقلب التليفون فبتشتغل معاك الساعة والنوتيفيكيشن والاشعارات بشكل جميل جدا، دي ممتازة ولكن استخدمها لما بتكون انت حاطط الفون على الشاحن ومحتاج الميزة دي. مش محتاجها وحاطط الشاحن كده ومش محتاج الميزة دي فادخل اقفلها. لو رحت على الاعدادات نزلت تحت هتلاقي كلمة ستاند باي، تدخل عليها كله شغال. لو انت مش محتاج الميزة دي اقفل الستاند باي. برضو الغلطة الكبيرة اللي الناس بتقع فيها ان هو يقفل التطبيقات بالشكل ده. عايز اقولك ما تقفلش التطبيقات بالشكل ده، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. اقفل التطبيق لو انت التطبيق فيه مشكلة، بيعلق معاك، فيه مشكلة ما بيستجيبش معاك اقفله. غير كده سيب التطبيق شغال، لان هو ما بيعملش اي حاجة في الخلفية، ما بيعملش اي حاجة طالما انت ما بتستخدمهوش. ولكن لما تقفله وتشغله مرة تانية فانت بتعمل لود وبتعمل حمل تاني على البطارية عشان تفتح لك التطبيق. الحاجة الاخيرة اللي هتكلم فيها الاشعارات. الاشعارات لو انت دخلت على الاشعارات شوف التطبيق اللي انت مش عايز يجيلك منه اشعار. في ناس بتفضل مشغلة الاشعارات كلها، اي حاجة بيستخدمها بيستخدمهاش الاشعارات شغالة. مثلا لو جاله اشعار التليفون بتاعه ينور، الفون ينور، طب انت كل شوية ينور يطفي ينور يطفي ينور يطفي، طب ما كل ده بيأثر على البطارية والبطارية شغالة بشكل مستمر وضغط عليها على طول، فبالتالي انت عمال تقلل نسبة البطارية. شوف التطبيق اللي انت مش محتاجه واقفل النوتيفيكيشن او الاشعارات للتطبيق. بس كده في النهاية اتمنى تكون استفدت معايا، جرب كل اللي انا قلت لك عليه ده وهتشوف فرق كبير جدا، صدقني والله هتشوف فرق كبير جدا. كل المميزات او الخدمات دي كنت مفعلها اطفيها وشوف الفرق الكبير. وفي النهاية اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، شكرا ليكم واشوفكم على خير. كان معاكم أسامة رستم، سلام عليكم.